في مجال الخدمة يعني. أنا محمد الجمال، مدير مكتب دكتور عبد الوهاب عزت. اتشرفت إن أنا أشتغل معاه 3 سنين كرئيس جامعة، اشتغلت معاه سنة قبليها قائم بأعمال رئيس الجامعة والتلات نواب عندنا في جامعة عين شمس. قضيت معاه فترة علامة في حياتي كلها، فخور جدا إن أنا اشتغلت معاه، فخور جدا إن هو موجود في حياتي الفترة دي كلها والفترة اللي بعديها. تعامله ليا ما كانش كرئيس جامعة وكان مدير مكتب، تعامله معايا كان أب لابنه. اتعلمت منه حاجات كتير ما أعتقدش إن أنا كنت هتعلمها في أي وقت تاني. وقف جنبي كتير، ساعدني كتير، أثقل حاجات كتير عندي. دكتور عبد الوهاب عزت إنسان أب، في صفات قلما تتجمع في شخص واحد. أنا أطلقت عليه أمير القلوب، يعني ده اللقب اللي يستحقه بصرف النظر أنه رئيس جامعة. هو أب وإنسان، ومعاك في وقت الشدة ومعاك في وقت الفرح. المركز دوت فعلا بيقدر يقدر الناس اللي ليها علامة في خدمة المجتمع. إحنا كلنا كنسيج واحد، مفيش حاجة اسمها مسلم ومسيحي، إحنا كلنا مصريين مع بعضينا. دكتور عبد الوهاب عنده الاعتدال والعدالة وكل حاجة، ما فيش الفرق ده كله وما تحسهاش منه. دي حاجة احنا بنشكركم طبعا عليها جدا. مش عايز اقول باسم دكتور عبد الوهاب، لان دكتور عبد الوهاب لو حد اتكلم باسمه فجامعة عين شمس كلها وبره جامعة عين شمس يتكلموا باسمه، لان هو وقف جنب ناس كتير. احنا بنشكركم طبعا على اللفتة الجميلة ديت. بشكركم باسم جامعة عين شمس، بشكركم باسم دكتور عبد الوهاب عزت، بشكركم باسم انا شخصيا. واتمنى طبعا ان احنا تفضل العلاقة الوطيدة اللي ما بين المركز وما بين جامعة عين شمس موجودة. في اي حاجة احنا عايزينها واي حاجة انتوا عايزينها احنا بنشكركم تاني.